أغلب مرضاي معدل حياتهم لا يتجاوز 6 أشهر أو سنة على أبعد تقدير. مهمتي عدم إحساسهم بالألم، وجهي زين هم وحتى العائلة ديالهم بالمرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الموت. ما بعد الموت، أرقام صادمة. 32 ألف مغربي يموتون بالسرطان كل عام، كيف هي أيامهم الأخيرة؟ بعضهم يستسلم للألم، محرومون من العلاجات التلطيفية بسبب نقص الأطباء المتخصصين، متخصصون في تلطيف وتخفيف ألم الأيام والشهور الأخيرة. إلا ما كنقدروش نزيدوا أيام في الحياة، لأن الأعمار بيد الله، طبعاً نقدروا نزيدوا حياة دوك الأيام اللي بقاو. كانت صدمة بالنسبة لي، كنت لأول مرة في حياتي كنحضر العزاء شخص حي. لنضع أنفسنا في هذا الموقف، أن تكون مهمتك توزيع تواريخ وفاة الآخرين، تستقبل مكالماتهم التي تطلب منك تذكيرهم بما تبقى لهم من أيام. كان الزوج ديالها في صحة جيدة جدا، واحد نهار دخلت إلى المكتب وانفجرت بالبكاء، قالت لي لقد توفي زوجي بسكتة قلبية. طبيبة واحدة ومرضى بالمئات يعيشون أيامهم الأخيرة. هذا بودكاست فصول، حلقة جديدة أعدها عبد العالي الزهار وأخرجها أحمد الضامن. أنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. طب بالنسبة لي ما كانش حلم، طب بالنسبة لي كان حياة. منين عقلت على راسي بديت كنهضر، أنا لعابي كانت عبارة على سماعة الطبيب، على إبر. نعود إلى سنوات التسعينيات في مدينة الناظور الواقعة شمال شرق المغرب، على الحدود مع مدينة مليليا، هذا الجيب الخاضع لإسبانيا. المئات من سكان المدينة يشتغلون في مجال التهريب المعيشي. أطنان السلع الإسبانية تدخل المدن المغربية محمولة فوق أجساد المغاربة. جسد والدي كوثر حمل جزءاً من هذه الأطنان في الوقت الذي كانت فيه ملامح صعود وقدوم طبيبة في أسرته الصغيرة قد بدأت تتشكل. الأب ديالي قاري حتى المستوى الخامس ابتدائي، ولكن كان جد واعي ومنفتح على الثقافات الأخرى. كان تاجر صغير يخرج السلع اللي كتكون عبارة عن أغطية لمواد تغذية عامة من مدينة مليليا، ولكن في الأيام السيئة من كانت الجمارك كتاخد السلع ديالو وكتحرزها كان كيشتغل كحمال. لم أنزعج يوما من عمل أبي ولا من مستوانا الاجتماعي، بالعكس كنت جد فخورة. قبل التخرج ديالي بحوالي سنة اكتشفت أن الأب ديالي كيعاني من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة. كان هذا الخبر هو الخبر اللي قلب حياتي. يسجل المغرب حوالي 40,000 حالة جديدة من السرطان كل سنة، ويأتي سرطان الرئة في مقدمة الحالات التي تصيب الرجال في البلاد. بقى كان عقل من بلغتو بالمرض ديالو بقيت كنبكي. عقل انه قال لي لا، احنا ما كنبكيوش، انا بنتي كما انتي اللي عرفتي المرض انتي اللي غادي تعرفي الدور. لا يكاد صوت هذه المروحية يتوقف، وعلى متنها شابة تخوض اولى تجاربها في الطب.
تنتقل بين الجبال والأودية لإنقاذ العالقين وعلاج المرضى وحالات الولادة الحرجة. يوماً ما سيتوقف هذا الهدير بقرار من إدارة المشفى. هذا القرار سيغير حياة كوثر. من بعد التخرج عملت كطبيبة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، طبيبة وحدة استعجالية. كنذكر ذلك اليوم اللي جمعتنا فيه الإدارة باش تزف لينا خبر افتتاح وحدة للطب التلطيفي أو طب نهاية الحياة. زملاء ديالي كانوا الواحد تلو الآخر غير راغبين بالعمل. وصلت الدور ديالي واخترت العمل بوحدة العلاج التلطيفي لغرض واحد فقط وهو الأب ديالي. تصف منظمة الصحة العالمية الطب التلطيفي بأنه نهج يحسن نوعية حياة المرضى وأسرهم الذين يواجهون المشاكل المرتبطة بالأمراض المهددة للحياة. إنه طب نهاية الحياة كما تسميه كوثر، أول طبيبة في هذا التخصص في منطقة شرق المغرب. بقى كنعقل أول نهار كنت غادية تما، صراحة ما كنتش حاسة بالرهبة. وصلت للمشفى كنلقى راسي في وسط واحد المنطقة قاحلة، قرية صغيرة، مشفى صغير. تما أنا والطبيب الآخر بدينا العمل، ولكن للأسف هو ما قدرش يكمل لأن ظروف العمل جد قاسية. ماشي سهلة أنك تعيش مع الموت، ماشي سهلة أنك تكون العمل ديالك كله يتمحور حول الموت، حول نهاية الحياة. في وجدة والشرق المغربي كله طبيبة واحدة لمئات مرضى السرطان تلطف عنهم الألم وتحفظ تواريخ وفاة آخرين. مهمة جديدة لطبيبتنا كوثر. بعد 3 أشهر تاهت فيها الطبيبة وسط التواريخ والألم، وبينما كانت تعتاد شيئا فشيئا مسألة إبلاغ المرضى بمواعيد وفاتهم، جاءت صدمة جديدة. ٢٦/7/2017 مرت 3 شهور من بديت الخدمة في وحدة العلاج التلطيفي للأب ديالي توفى. ثم كانت صدمة، أنا جيت هنا بسبب أبي، الأب ديالي توفى، الرسالة ديالي اللي كنت جاية على ودها سالية. ثم كان السؤال الكبير اللي خصني نطرحو على راسي هو واش غنكمل ولا غنسحب. اللي وقع هو أنني في واحد الوقت وليت كنشوف المرضى كلهم اللي كيدخلوا عندي كنشوف فيهم كيشبهوا الأب ديالي. كيدخل واحد وأنا كنقول عنده عينين بابا، هذا كيشبه البابا في الشعر، كيهضر بحال بابا، دعم معايا نفس الدعوة بابا. تما تعلمت أن الأب ديالي ما ماتش، ولكن الروح ديالو مقسمة على كاع المرضى ديالي. وتما خديت قرار أنني ما غنمشيش وغنبقى، وبقيت طبيبة الأيام الأخيرة. بودكاست فصول. هو آلية للهروب من الواقع. واحد من كل 4 أشخاص حول العالم يلعب الفيديو جيمز. بتساعد بشكل كبير جدا على تفريغ الضغوط وبتحسن المزاج، بل في تنمية قدرات عقلية. أنا بحب الشوتر أكتر فئة من الجيمز، يعني تضربي نار الويبنز أو الأسلحة. هذه الألعاب يمكن أن توقعك في مأزق، يصير منطوي جدا، كسول، زيادة في الوزن. الألعاب الإلكترونية الوجه الجديد للإدمان. ضحك ولعب وجد وعزلة. الألعاب الإلكترونية الأسبوع المقبل في بودكاست فصول. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. طبيبة الأيام الأخيرة. أصبت باكتئاب
في شهر نوفمبر الماضي تم تشخيصي بمرض الاكتئاب، اكتئاب حاد غير ظاهر. أنا بطبعي لست بإنسانة تبكي بسهولة، فطبيعة عملي علمتني أن أكون قوية قليلا. هناك كان يجب علي أن أتحدث مع أحدهم، فزرت الطبيب النفساني. في أحد أيام نوفمبر، عائدة من زيارة طبيب نفسي، تنثر كوثر عنها قصص المرضى كما تنزع أشجار مدينة وجدة آخر أوراقها استعداداً للشتاء. تعبر شوارع وسط المدينة وتتجنب التحديق في أرقام الأزقة التي تذكرها عادة بالتواريخ المتوقعة لوفاة مرضاها وقصصهم المؤلمة. ولكنني لازلت أذكر الكهلين اللذين أثرا في، وأظن أن قصتهم كانت النقطة التي أفاضت كأس الاكتئاب عندي. قد زارني كهلين في حوالي 70 من عمرهما، قد كان الزوج مريضا وتصاحبه زوجته. سألتهما هل عندكم أطفال؟ قالت لي لا. مع تولي الحصص قالت لي إن لدي أطفال، لدي 3 أطفال، ولكنهم يرفضون المجيء معنا إلى المشفى ويرفضون زيارتنا، يرفضون حتى مساعدتهم. هناك كانت نقطة الانهيار بالنسبة لي، لأنني تذكرت أبي. ثلاثمائة مليون شخص عبر العالم يعانون الاكتئاب، ولا يسلم العاملون في الرعاية الصحية من الإصابة به خلال تعاملهم مع الحالات الحرجة، وقد تزداد حدته مع حالات بعينها لم تستطع تحمل تكاليف العلاج. تشتغل كوثر طبيبة في مصلحة العلاجات التلطيفية، مهمتها تخفيف الألم عن مرضى السرطان في آخر أيام حياتهم. مشي سهل أنك تدخل فكرة الموت لعقل واحد اللي كان عايش حياته نورمال، وبسبب مرض واحد حياته تقلبت رأسا على عقب. بالنسبة للقصة نتاع المرأة اللي قلت لك فكرتيني فيها، هي واحد المرأة اللي كانت جد ملهمة، كانت كتجيني يوميا كتقول لي بغيت نعرف شحال بقالي. كل نهار كانت كتجي عندي وكان عندها واحد الإصرار عجيب أنها تعرف. فجأت عندي قالت لي عافاك شوفي قولي لي علميا شحال عندي. قلت لها عندك ما بين 2 أو 3 أشهر، وداز واحد الشهر وتلقيت مكالمة من عندها قلت لي عافاك بغيت ندير واحد العزومة عندي في الدار وبغيتك تكوني حاضرة. حضرت معاها، وفي وسط ديك مأدوبة الغداء اللي هي دارتها كنكتشف أن هذيك ما كانتش مأدوبة غداء، كانت العزاء ديالها. كانت صدمة بالنسبة لي، كنت لأول مرة في حياتي كنحضر العزاء شخص حي، ومنيتها كانت أنها تموت في مكة المكرمة. شدت طيارة وقطعت العمرة ومشات وماتت تما. أغلب الحالات الجسدية والنفسية لمرضى السرطان في مرحلتها المتدهورة يتم التعامل معها عن طريق إعطاء الأدوية وجلسات المرافقة النفسية، لكن الوضع الاجتماعي والمالي لأغلب المرضى يعيق هذه الجهود. أنا المرضى اللي كنشوفهم 95% منهم يعيشون تحت خط الفقر بكثير، وهذا ما يرهقني، فالفقر المدقع أقوى من السرطان. في موعدها مع الطبيب النفسي تترك طريق المشفى المعتاد والطبيعة القاسية المحيطة به، وتقصد صخب وسط المدينة للمرة الثانية بحثاً عن تخفيف ضغوط العمل. في العيادة النفسية شعور غريب ذلك الذي يتولد عن زيارة طبيب لطبيب آخر، لكن المقعد المخصص للبوح ينسف فكرة الاستغراب تلك. مشاهد جديدة تتناسل، وقصص هذه المرة تحكيها الطبيبة كوثر. فصول من قصة امرأة أربعينية
كانت تعول على زوجها الذي يحظى بصحة جيدة للاعتناء بطفليها بعد وفاتها، لكنه مات قبلها. سيدة قروية في الأربعينيات من عمرها كانت مريضة بسرطان الثدي، وحضرت عليها في كل مراحل مرضها. كنت كنستغرب أنها لم تبكي يوما ولم تحزن. واحد النهار سولتها، قلت لها علاش ما كتبكيش، خصك تبكي، خصك تعبري. قلت لي أنا ما كنحسش بأن عندي سرطان، ولكن عندي الزوج ديالي اللي حارب العائلة ديالو، حارب الناس، حارب المجتمع، قرر أنه يبقى معها ويساندها. كانت ديما كتقول لي أنا حتى لو مت أنا متأكدة أن الزوج ديالي سيأخذ باله من الأطفال. كان الزوج ديالها في صحة جيدة جدا. واحد نهار كان عندها موعد معي، دخلت إلى المكتب وانفجرت بالبكاء. سألتها لماذا تبكين؟ قالت لي لأول مرة أحس أنني مريضة السرطان، لقد توفي زوجي بسكتة قلبية. توفيت مريضتي منذ حوالي شهرين، ولكنني لم أقوى على ترك طفليها. أمنا لهم كفيل يكفلهم إلى حين يتممون الدراسة، وأنا أكلمهم كل يوم. هم ينادونني بأمي لأنها هي وصتهم بذلك، رغم أنها توفيت إلا أن العلاقة لم تنتهي. يغادر البلاد 300 طبيب مغربي سنوياً نحو وجهات جديدة. بحسب النقابة المستقلة لأطباء المغرب، وصل مجمل الأطباء الذين هاجروا حتى عام 2018 لأكثر من 5000 طبيب. وزارة الصحة المغربية تقول إن البلاد في حاجة إلى أكثر من 97,000 عامل في القطاع الصحي، من بينهم أكثر من 32,000 طبيب لسد الحاجة. فكرت في الهجرة ولازلت أفكر فيها، وقد تم قبولي في 4 أو 5 مستشفيات بفرنسا، ولازلت أرى إمكانية ذهابي من عدمها. ما حثني على التفكير في الهجرة هو ظروف العمل، فظروف العمل بالمغرب صعبة جدا. كنت أرفض التوقف عن العمل، ولكن الطبيب كان مصرا على توقفي عن العمل، وتوقفت عن العمل لمدة 3 أشهر. حاولت أن أبتعد عن كل ما قد يقربني، ولكنني لم أستطع. رغم ذلك كنت أتواصل بشكل شبه يومي مع مرضاي عبر الهاتف. ارتباط إنساني يجمع كوثر بمئات المرضى، فهي الطبيبة المتخصصة الوحيدة في تلطيف آلامهم في الشرق المغربي. لطف اسم اختارته كوثر ورفاقها لجمعيتهم الإنسانية في مواجهة ما تسميه مرض نهاية الحياة. هذا ما دفعنا للتفكير بإنشاء جمعية لطف. هي تعنى بمرضى السرطان في مراحل متأخرة. نزور المرضى بشكل أسبوعي. لن أكذب، ما نكتبش نقول لك أنني سوبر هيرو ولا سوبر وومن. الجمعية كانت خير مساعدين لي. من مشاهد النهايات وقسوة اللحظات الأخيرة للمرضى نجاحات صغيرة، كما في قصة كوثر التي نذرت نفسها لتصنع لمرضاها حياة فيما تبقى لهم من حياة. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب وساوند كلاود.